حبيب. يوم جديد في الطريق الجديد، لا اشتباكات بل أثار لها. أما الجديد الجديد فرفع علم تيار المستقبل أمام مركز حزب التيار العربي الذي تحول إلى سكنة عسكرية. في واجهة المبنى أعمال تصليح وجمع لركام المعركة، أما في الخلفية فأحمر الدماء وأسود الحرائق يخبران عن ليلة ليلاء يريد معظم أهالي المنطقة أن ينسوها. مطالبهم عادية وأحلامهم بسيطة، يعني مثل ما بيتمنى كل لبناني، تروق، نسترزي، نشوف عيالنا، نشوف ناسنا، نشوف أهلنا، نربي أولادنا بطريقة نقدر نضمن لهم مستقبلهم وحياتهم، ما نعيش بقلق ورعب مثل اللي عايشينه هلا. مش مع اللي صار اطلاقا، ما في انسان مع اللي صار. سلام بلبنان، بده يحمي كل هالشعب لبنان، نحن امي وحده، حرام قتلوا بعضه. هو بطالب بالهدوء، نادرنا نعيش مثل الخلق، هيدا اقل متطلباتنا بعتقد، ولا نحن بننتخب نوابنا على الفاضي. يعني مستلزمات الحياه شو هي؟ نعيش ونربي اولادنا مثل العالم، ما يكون في عنا تعصيب، بكفي مشاكلنا نحن. جايينا مشاكل زياده من برا. شو بتطلبي من الشيخ سعد الحريري؟ الله يرجع بخير وبركي بهد الوضع هو هون احسن. طلاب الجامعه العربيه عادوا الى الدروس، لكن عوده شاكر البرجاوي الى الطريق الجديده غير مرغوب بها حتى الساعه بحسب السكان. اذا هو واللي وراه فيه يرجع يتفضل يرجع، انا وسهلا فيه. بتنزل على الارض بتقاتل بهيك؟ اوف، انا اللي بنزل على الارض. انا نزلت من الشباب. ايوه، اكرام طائفتي وكرامة أهلي وعرضي مستعد. وفي انتظار اتضاح الصورة تتابع القمصان الزرق رفع الأعلام الزرقاء. ومن الطريق الجديد إلى الحمراء التي عاشت يومين أسودين، فضاع النبض من الشارع البيروتي الأكثر ضجيجا، لكنه عاد تدريجا إلى الحياة كما سائر الشوارع التي تتمنى صيفا حارقا بالسياح وليس بالحروب الصغيرة. كما في كل مرة ينعكس الاهتزاز الأمني على أصحاب المحال التجارية. الحركة خفت، الناس خفت، محلات ما شايفتيها بسبب الثورية كلها فاضية، ما في شيء، كل العالم خوفانة. كيف الشغل هاليومين؟ بالمرة بالأرض. بالمرة ليه؟ بالبلد مسموم يا أختي، من طرابلس ومن عكار، أحداث بتأثر على البلد. من وين جاية؟ من الدنمارك. خايف شيء من الوضع؟ لا ماني خايف، بس الوضع سيء، ما بحب هيك يكون لبنان. ولسان حال المواطنين غضب على المسؤولين. بتمنى انه يتزبط الوضع ويحلوا عنا ليشتغلوا العالم، لانه ما حدا عم يطلع بالعالم بعد، والشعب هو اللي عم يدفع الثمن بكل الحالات، والاكثر من هيك اهبل واهبل واهبل من الشعب اللي برد على هيك زعماء. قد تكون للوضع المهتز ايجابيه واحده وهي اختفاء زحمه السير. من بيروت، كريستين حبيب، قناة الجديد.